يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. ايضا نطلب من اجل ان يتعطف الرب على هذا المكان المعد لتشييد كنيسه فيه لمجد اسمه الكلي قدسه، ويباركه ببركته السماويه. وعمل عبيده أبناء هذه الرعية مؤسسي هذه الكنيسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أن يبارك الرب بداية أساس هذا البناء الموضوع لمجد اسمه، ويسهل إتمامه بدون مانع بقدرة وفعل ونعمة الروح الكلي قدسه. كرياليسون، كرياليسون. أيضا نطلب من أجل التوفيق والنجاح لعبيد الله أبناء هذه الرعية في سعيهم الصالح لتشييد هذه الكنيسة بقدرة وفعل ونعمة الروح الكلي قدسه. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. أيضا نطلب من أجل أن يمنح الرب الذين يقدمون ويحسنون ويسالمون وجميع الذين يتعبون في بناء هذه الكنيسة النجاح في كل شيء، ويسهل أعمال أيديهم حتى نجازها بقدرة وفعل ونعمة الروح الكلي قدسه. كرياليسون، كرياليسون، كرياليسون. وأيضا نطلب من أجل أن يقيم الرب ملاكا حارسا لهذا المشروع وللقائمين عليه، ويسهل أعمالهم ويمنحهم القوة في البناء بقدرة ونعمة وفعل الروح الكلي قدسه. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. استجب لنا يا الله، يا مخلصنا، يا رجاء جميع أقاصي الأرض والذين في البحر بعيدا. كن غفورا لنا يا سيد، كن غفورا لنا ولخطايانا وارحمنا، لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس، لنا وكل أوان وإلى دهر الدهر. سيدنا غبطة البطريرك يوحنا العاشر الياجي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، والوفد الأسقفي، والوفد الأسقفي وصحبه الكرام، إخواني وأخواتي، في هذا اليوم المبارك تؤسسون يا صاحب الغبطة بيت الله على اسم مار الياس الحي، وتبنون جسورا من الثقة والعلاقات الإيمانية بين أهل هذا البلد الأصيل أبو ظبي، وبين جماعات اللبنانيين والسوريين وكافة العرب المسيحيين الذين يرحبون بكم ويتبركون بوجودكم بينهم. وقفة وفاء منا جميعا إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الذي قدم لنا قطعة الأرض مكرمة غالية لها دلالاتها ومغزاها وقيمتها، فلصاحب السمو والمسؤولين في الدولة ولشعب أبوظبي الأصيل كل الشكر والامتنان. نحن هنا
نلتف حولكم يا صاحب الغبطة وحول بعضنا البعض لنؤكد على وحدتنا وتكاتفنا ومحبتنا لتراثنا الروحي وتعاليمنا المسيحية الحاملة للسلام والمحبة والتلاقي، ونؤكد لكم أن هذا الصرح سيكون ببركة شفيعة الكاتدرائية مار الياس الحي، منارة للقيم الإنسانية والعلاقات الإيمانية بين أبناء الله كلهم. أصلي أن يكون حجر أساس حبة البركة التي ستغري بياد الحصاد في حفلة في حفلة الرب. والسلام عليكم جميعا. بشكل خاص للاستشاري مكتب العمارة والهندسة والمقاول ظفير المقاولات، وشكرا.